الهجرة كلمة صعبة. أنا عايز أطمن المهاجر، هدفنا راحتك، هدفنا نشيل الحمل معك، محبة وخدمة وتضحية طول الوقت للمهاجر. هاجر معاك. مشاهدينا أهلا بيكم وحلقة جديدة من برنامجكم مهاجر معاك. مبسوطة جدا إن احنا بنتقابل بنقدم ليكم معلومات مهمة مفيدة علشان كل حد فيكم يقدر يبقى عنده رصيد من المعلومات في جميع المجالات اللي احنا كمهاجرين في أمريكا بنبقى محتاجين نفهمها ونسمعها. للأسف مش دايما المعلومة اللي بنقدمها بتبقى مفرحة، بس بتبقى مهمة ومفيدة. في فرق بين إنها تبقى مفرحة ومبهجة، وفي فرق بين إنها لازمة ومفيدة. النهاردة الموضوع بتاعنا لازم جدا ومفيد جدا ومهم جدا، وكتير من حضراتكم سألوني عليه إزاي يحصل. وغير كده بصراحة أحكي لكم إني أنا تعرضت لموقف خلاني برضو أهتم إني أعمل لكم الحلقة دي. واحدة من صديقاتي القريبين قوي قوي زوجها اتوفى من كام شهر، والحقيقة المفاجأة لخبطتها وربكتها واحتارت، ما بقتش عارفة تعمل ايه وتروح فين وايه اللي المفروض يحصل وكده. الموقف ده انا ساعدتها فيه وروحنا مع بعض في حتت وكده وعملنا الاجراءات، لكن خلاني احس انه ده احنا كلنا كمهاجرين محتاجين نفهم الجزئية دي في حياتنا. فطبعا اتصلت بواحدة من المتخصصين في هذا المجال واللي عندها معلومات غزيرة جدا جدا، ورحبت قوي انها تكون معانا النهاردة. بيشرفني الأستاذة ترامينا حنة، هي مسؤولة عن إرشادنا ازاي نخطط لهذا اليوم اللي لابد انه هو يجي يوم الوفاة لكل حد فيه. اهلا بيكي ترامينا. اهلا بيكي فيبي، منورانا. الله يخليك. ميرسي قوي 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 على مجيك النهارده. شكرا على استضافتكم ليا وشكرا كتير للبرنامج. لا بجد شكرا ليكي، ما تاخرتيش وكمان عملنا يعني كذا مره تليفونات ما بين بعض علشان خاطر نقدم كل المعلومات اللي انت بتتسالي فيها واللي الناس بتسال اوريدي فيها في العموم. ازاي تحصل بدل ما نتلبخ ونتفاجئ ونرتبك ونبقى مش عارفين نعمل ايه في يوم صعب زي ده، ما عندناش حتى يعني بصي واحنا ريلاكس كده بنعرف نفكر صح. لكن يوم المفاجأة بقى والمفاجآت الصعبة بتبقى بتربكنا وبنبقى مش عارفين احسن حاجة نعملها ايه. صح، انا اتفق معاك في الكلام ده فعلا. النهاردة بقى انت جاي عشان تقولي لنا وتقولي للمشاهد معانا ازاي نخطط لهذا اليوم الصعب لينا للعيلة لكل اللي حوالينا حبايبنا. طبعا احنا نتمنى العمر الطويل والمديد للكل اكيد، ربنا يديكوا الصحة والعمر، ولكن هذا حق وهذا يوم لابد منه. نعمل ايه واحنا في امريكا عشان نخطط ليوم زي ده، يوم الوداع ده؟ أنا هقول لكم النهاردة على كل حاجة إزاي نخطط لي، وأنا حابة طبعا أقول كل حاجة بالعربي، دي لغتنا ونحب نفهم كل حاجة بالعربي. أنا عايزة أتطرق لحاجة في الأول، ليه الناس بتعمل التخطيط أو بيسموها pre-plan؟ ليه الناس بتعمل pre-plan أو بتخطط؟ لقينا ناس كتيرة بتقول أسباب كتيرة، بس أشهر خمس أسباب إن هم الناس بتبقى عندها سلام ان هي عندها الارض بتاعتها او محضرة السيرفيس. فعندها سلام. احنا شفنا ناس بتبقى في المستشفى بتبقى حاسة انها هتسافر قريب، فبتقول انا رايحة فين؟ يعني فين مكاني؟ انا ما جبتش حاجة. فلما الواحد بيبقى عنده الارض او عنده السيرفيس بيبقى عنده سلام، انا عندي المسكن ايه او انا محضر للموضوع، مطمن مطمن للحكايه.
في ناس وده كان سبب أساسي إنها كلها عايزة تشيل الحمل عن أهاليها، زي ما انتي كده قلتي كان يوم صعب، العيلة مش عارفة تروح فين تقول لمين، فلما الواحد بيبقى محضر بيشيل عبء جامد 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 على العيلة، لأن هو لما بيبقى محضر بيبقى عنده اختيارات حوالي من 75 ل 125 اختيار. فلو العيلة بقى هي اللي بتختار بيبقى فيه ساعات رأي مين اللي هيمشي، أفراد عيلة كتير وآراء كتيرة، فتبقى مين الرأي اللي هيمشي، فبيحصل زي ما يكون صراع في العيلة أو عدم اتفاق أو عدم اتفاق. كل واحد مختلف، رأيه مختلف، أنا عايز ده، زي ما كلنا بنعمل في كل الحاجات يعني. وجهات نظر، وجهات نظر، أنا عايز ده أنت عايز ده، وكله ممكن يبقى صح بس في الآخر إيه اللي هيحصل. فأحسن حاجة إن الواحد يقدمها لعيلته إن هو يبقى محضر، فالعيلة بتبقى خلاص دي رغبة الشخص إن هو كان محضر. وإحنا لقينا ناس كتيرة جدا بتقول السبب ده عايزة تشيل من على أهاليها العبء. في ناس بتقول من ناحية المادية، أنا لما ببقى محضر من زمان السعر بيبقى مختلف عن النهاردة، فكل 10-15 سنة السعر الدبل بتاع الأراضي أو بتاع السيرفس. فكل ما الواحد يبقى محضر من قبل يعني فاينانشالي بيبقى هو سدد كل حاجة ومش سايب أي حاجات للعيلة، طلعت عليه مصروف يعني زي ما بنقول كده، مش مفاجأة يعني باكج واحدة بتتحط مرة واحدة يعني، لا يقدر يقسط ويخلص وكله. لكن لما بيحصل حالة الوفاة العيلة لازم تدفع كله. يعني دي الميزة في البري بلان، يقسط ممكن يقسط الخدمة لحد 20 سنة، لكن لما بيحصل حالة الوفاة لا، العيلة بتبقى قدام مبلغ كبير لازم تدفعه للأرض وللخدمة. تاني حاجة، لما بيبقى محضر بيبقى ما عندهمش شك هو كان عايز ايه، كل قرارات هو لو خدها قرارين بس العيلة بتاخده، امتى، يوم ايه، والساعة كام. فاحنا حتى يعني بنقول مثلا تخيلي معايا ان في شخصين، واحد مش محضر اي حاجة هيروح للمبنى يعني المدافن او كده، هيتقابل مع حد، غالبا المقابلة دي من 6 ل 7 ساعات، وقت طويل، ياخدوا كل القرارات ويسألوا اسئلة، معظم الاسئلة ما بيعرفش يجاوب عليها، بيحتاج يرجع البيت يبص على الفايلز ويجيب المعلومات ويرجع تاني للي بيسموها الفيونرال هوم او المدافن. كل ده بيحصل في اصعب يوم في حياة الشخص، صح. بيبقى صعب جدا. طيب تعالي نبص لواحد تاني كان محضر، اللي هيحصل ان هو هيروح، هم يقولوا له هنطلع الفايل بتاع الشخص المحبوب، هيبصوا كل حاجة متسجلة، كل حاجة هو مختارها، تحبوا يوم ايه وتحبوا الساعة كام العيلة تتجمع، التفاصيل كلها مكتوبة عندهم ومش محتاجين يفكروا في اي حاجة. لا، فاللي بيحصل ان الوقت ده العيلة بتتجمع عشان تفتكر قد ايه الشخص ده أثر في حياتها، قد إيه عمل حاجات حلوة في حياتها. فبدل ما يستخدموا الوقت ده إن هم يجروا وراء أوراق والحاجات دي، لا، بيستخدموه إن هم يتذكروا محاسن الشخص ده، وإن هم قد إيه هو أثر في حياتهم. دي المزايا بتاعت التخطيط المسبق، الراحة والسلام والطمأنينة والديتيلز اللي مكتوبة مسبقاً، على أساس إن مفيش حد يختلف من الأهل على إيه اللي يحصل أو إيه اللي ما يحصلش. يعني أديك برضو مثال تاني. كان في حد كان بيقول للعيلة بتاعته أنا عايز أعمل كريميشن اللي هو الحرق. وبعد مدة قال للعيلة بتاعته أنا عايز أعمل اللي هو الدفن، البيريال، عشان ما فيش حاجة اتكتبت، بقى في حبة من أفراد الأسرة عمالين يقولوا على الكريميشن أو الحرق، والتانيين بيقولوا البريال. فبيحصل زي ما يكون صراع. لكن تاني لو الشخص بيبقى كاتب، هما بس بيعملوا ساعات أبجريد للحاجات اللي هو كاتبها، يعني مثلا هو مختار الورد ممكن يزودوا الورد، مختار كاسكت ممكن يجيبوا كاسكت مثلا أغلى شوية، بس هو بيبقى منقي البلان بتاعته. طب حلو قوي. قولنا بقى بيشمل إيه التخطيط ده، لو حد جه وبيعمل تخطيط مسبق من بدري، عايز يطمن وعايز يستفيد بكل اللي حضرتك قلتي هنا ده دلوقتي، ايه الباكيج بيشمل ايه بخصوص الارض او المدفن او الخدمات اللي بتقدم السيرفيس نفسها يوم الجنازة؟
اوكي، التخطيط ده بيشمل حاجتين، يشمل الارض الارض نفسها، وبيشمل حاجة تانية اسمها الخدمة او السيرفيس. ساعات يقولوا عليها بس سيرفيس، ساعات يقولوا عليها فيونرال سيرفيس، ساعات يقولوا عليها البوليسي، فكل المصطلحات دي معانا. اوكي، فبيشمل الارض، ودي في انواع كتيرة من الاراضي وهنتكلم عليها كمان شوية. والسيرفيس او الخدمة بتشمل بقى حاجات كتيرة، زي مثلا النقل، يجيبوا الشخص المحبوب من المكان اللي انتقل فيه للمدافن. اوكي، بيشمل حاجة اسمها فيزيتيشن او فيوينج. بعض الناس بيحبوا ان الصندوق يتفتح ويشوف الشخص ده. ايوه، وخصوصا لو حد له ولاد في ولايات تانية، ما بيقولوا اسمها لاست جود باي، يعني الوداع الاخير. أيوة. او كان فيحب ان الكاسكت او النظره الاخيره، الصندوق يتفتح ويشوف ايه الشخص. بيشمل كمان لو حد عايز يروح الكنيسه او الجامع للصلوات وبعدين يرجع على المدافن. أوكي. بيشمل حاجه اللي هو اسمها اسمها كير اند بريباريشن، هم يحضروه ويلبسوه اللي هو الزي اللي هو حبه. بيشمل حاجات زي فتح الارض، الحفر والحفر والترتيب الارض، او بيشمل برضو التابلت. التابلت ده اللي هو حاجة اللي بيبقى عليه اسم الشخص وتاريخ الميلاد وتاريخ الانتقال، زي سكرين كده بيتكتب عليها الحاجات دي. هي لوحة من النحاسة، او من البرونز، وبدت كتب عليها الشخص. ساعات في ناس تحب تحط صورة للشخص برضو. بس فبيشمل حاجات كتيرة قوي للخدمة. ولما بقعد مع الشخص بشوف هو محتاج ايه، يعني مثلا في ناس تقول انا عايزة الموتوسيكلات، في ناس تانية تقول انا مش مشكلة الموتوسيكلات. ففي حاجات كتيرة جوه الخدمة، بس تاني لما بنقعد مع الشخص بنشرحها له كلها. في ناس ممكن من المدافن تشيل الصناديق، يعني جات لنا عيلة قالت لا احنا كل العيلة ناس متقدمين في السن، ما عندناش حد يشيل، بس طلبوا ان حد يشيل الصندوق. بس فهي بتبقى خدمات كتيرة، بس هي الفورس لون عاملة 4 باكجز تبقى اسهل للناس. زي ما انت قلتي كده، بيحصل الموضوع بتبقى الناس مش قادرة تفكر، فبتقول لهم الباكج دي كلها على بعضها كذا، من الورود ومن حاجات كتيرة جدا، الورد تبقى اسهل للعيلة تختار. بس تاني ممكن تعمل create your own، تعمل الخدمة اللي انت عايزها، تشيل حاجات وتحط حاجات حسب الميزانية، حسب الميزانية، حسب وحسب كل حسب واحد اللي هو عايزه. أي يعني في ناس تشوف حاجة مهمة، في ناس تشوف حاجة مش مهمة. طب ايه الفرق في ايه الفرق في الخدمات والمساحات؟ يعني الفرق ما بين بعضهم ايه؟ في حد بيبقى مثلا عايز ورد كتير قوي، نوع من الإكرام. في ناس بتبقى مهتمة بالحاجات اللي هي مثلا الشخص، في كتب كده بتتحط عشان الناس تكتب اساميها وهي داخله مثلا، او كروته صغيره الشخص بيبقى عليها صورته وحته من حياته او حياته مختصره. وفي حاجات الفرق بيبقى في الصندوق، يعني كل الصناديق حلوه، بس في صناديق من انواع خشب غاليه. فدي اللي ممكن كمان بتفرق جامد. طب وبالنسبه للمساحات، مساحه الارض بتبقى ثابتة، بس ساعات لو في حد اوفر ويت شوية بتبقى ممكن مساحة اكبر سنة. يعني في اوريدي عندكم مساحات مختلفة سنة، هم بيظبطوا الارض، لان في ناس بتبقى يعني مليانة شوية او بس، يعني بتبقى حالات نادرة قوي. اوكي، يعني الفروق مش كبيرة جدا يعني، بس موجودة. بس معظم الأراضي بتبقى المساحة بتاعتها واحدة لمعظم الناس وبرضو طيب ايه أحسن حاجة نقولها للي بيشاهدونا النهاردة، العائلات اللي بتشاهدنا النهاردة، ايه أحسن حاجة ممكن تعملها لعيلة وهي بتفكر في التخطيط لشراء المساحة أو للسيرفيس أو للخدمة اللي هتتعمل؟ ايه ممكن نقول لهم؟ ايه اقول لهم؟ ابتدوا من دلوقتي. افضل شيء تفعل يعني يعملوا ايه احسن حاجه دلوقتي وهما بيسمعونا كده بيقولوا طب وايه احنا احسن حاجه نعملها دلوقتي؟ اقول لك لو خططت قبل كده، ده راجل او اسره حكيمه،
لانها مش عايزه تتعب حد معاها، وايه وان هم يعني برافو عليهم ان هم خططوا. لو ما خططوش اقول ان دلوقتي الوقت ان انت تبتدي ان انت تعمل اللي هي البري بلان او تخطط. ف يعني في ناس حتى بقول كل ما السن بيبقى اقل التخطيط بيبقى اسعار الخدمه بتبقى اقل، بس تاني ما فيش وقت، يعني اي وقت ممكن اي حد يعمل اللي هي البري بلان او يخطط. هو اي وقت، بس عارفه يعني اقول لك الحقيقه، اقول لك عن يعني طرق تفكيرنا ومشاعرنا في الحته دي. نقول ايه؟ يعني احنا هنفكر دلوقتي في الموت، خلينا نفكر في الاحتياجات بتاعت الحياه. ايه اللي يخلينا نفكر في الموت دلوقتي؟ يعني او يعني احنا عندنا احتياجات تانية عايزين نعملها ونحط فيها الفلوس ونحط فيها التخطيط والافكار وكده، مش لازم دي نعملها دلوقتي. انا رايي ان مثلا الناس بتحضر للجراديويشن او التخرج، بتحضر لاعياد الميلاد، بتحضر للجوازات، بتحضر حتى للمعاش بعد كده لما يكبروا، بياخدوا جزء من الدخل دلوقتي عشان يقول لك المعاش لما الواحد يكبر. فبقول طب احنا بنخطط في حياتنا في كل حاجه. ايوه، حتى لو عايزين نشتري بيت بنحوش فلوس عشان نشتري بيت، صح؟ طب ما دي حاجه من برضو من الحاجات المهمه في حياتنا، فلازم نعمل لها التخطيط المسبق او نبقى مخططين مسبقا، فنحطها من ضمن الحاجات اللي احنا لازم نعمل ليها التخطيط. ايه الطرق اللي قلت لنا فيه؟ يعني هو كلام صعب انا عارفه، بس لازم نتكلم فيه. الطرق اللي هي بتاعت الحرق دي، هل دي يعني شائعة قوي أو مش؟ ليه الناس بتختارها يعني؟ هو احنا كإن جنرال اللي هم العرب أو المصريين ما عندناش موضوع الحرق، لأن احنا بنحب نكرم الجسد. بس تاني في ناس يعني نقول إنها جت هنا وطبعت بالطباعة اللي هنا وبتقول إن يبقى في الحرق. الفور سلون بتقدم خدمة لكل الناس، كل واحد على حسب المعتقدات أو ثقافته أو كده. بس لو حد يعني عايز يعمل الموضوع ده بيكلمنا ونديله كل المعلومات. يعني معلش ادينا فكرة عنها، يعني أنا عارفة إن مشاهدين كتير ما يعرفوش يعني إزاي بتتم، أو هي مثلاً اوفر ارخص. انا عارفه ان احنا يعني الحته دي، بس انا جت في الحديث دلوقتي. اوكي، هي بعض العادات عنده بعض الجنسيات او بعض الثقافات عندهم ان الجسم لما بيتحرق ان الروح بتنطلق اسرع. فبيقولوا كمان ان 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 الانسان كان من التراب والى التراب يعود. أيوة. فدي جزء من الكالتشر ان هو بيساعد ان الروح تنطلق. اوكي، من ناحية أرخص، في أماكن أرخص وفي أماكن بتبقى غالية، لأن هو ده على حسب الخدمة اللي بتتقدم. يعني بتتقدم هو مش بس موضوع الحرق ده، في ناس بتودي برضو أماكن العبادة يتصلى وبعدين يرجع الشخص ده. يعني آراء مختلفة وجنسيات مختلفة حسب الثقافة وحسب المعتقد بتاع الموضوع. لكن احنا كشعب عربي او مصري يعني كله بيتم بالدفن 90%، بس في ناس بتيجي عرب بيبقوا عايزين الموضوع ده، بيبصوا له ان هو ارخص. بس انا بقول لما الشخص هو بيحضر بيبقى عارف عايز يعمل ايه. أيوة. دي نقطة مهمة، ما بيسيبش العيلة تقرر هي الموضوع ده ولا ده. فهو لو عارف ان هو عايز يعني عايز البريال او الدفن، فهو اللي بيختار القصه دي. احنا عارفين او بنسمع يعني انه التكاليف كبيره قوي قوي، والارقام يعني في امريكا خصوصا وكده. ممكن تدينا فكره عن تكلفه الخدمه دي قبل حدوثها، يعني واحنا بنخطط زي ما انت جايه تقولي لنا وتنصحينا النهارده، من قبل التكلفه بتاعتها؟ انا عارفه يمكن ما تقدريش تقولي لنا ارقام مظبوطه لانها باكجز وكده، ولكن قولي لنا يعني طمنينا كده، قولي لنا افريج. اوكي، سو هي بتختلف تاني على حسب هي فين. يعني الفورس لون عندها
ست مدافن كبيرة، وما ما بيحبوش يقولوا عليها مدافن، بيقولوا عليها بارك زي جنينة. لأن كل اللي بيخش فعلا بيحس إنها جنينة، مش بيحس إنها جميل. جميلة وفيها تماثيل ومشهورة بالموزايك والحاجات الفنية الكتيرة. فتاني الفروع مختلفة، يعني في فرع في جلنديل، هوليوود، كوفينا، سايبرس، كاثيدرال سيتي، لونج بيتش، فكل على حسب المكان فين. وبعدين بيبتدي بقى الأسعار بتاعة الأرض يعني بتختلف من حتة لحتة. تختلف من حتة لحتة. يعني جلنديل ده أقدم فرع، في متحف، فبتختلف من منطقة لمنطقة. فعلى حسب لو الشخص عايز منطقة معينة بيقول لي، أو ممكن لو عايز سعر معين برضو بيقول لي، بقول له في المكان أو في الفرع الفلاني. ده بالنسبة لده. بالنسبة للخدمة تاني الأسعار متفاوتة، لأن كل واحد بيختار اللي يناسبه. فلما بنقعد مع الشخص بنشوف هو بالظبط عايز ايه. يعني مثلا عايز في ناس بتحب تجيب حمام وتطيرها، علامة انطلاق الروح، فتلاقيهم اول حمامتين وبعدين حمام كتير ينطلق. فتاني كل واحد على حسب، في واحد يقول انا عايز مثلا يحصل صلوات قبل ما يروح اماكن العباده في يوم الجنازه، بيبقى في يوم قبله بيتفتح. فتاني لما بنقعد معاه بيشرح كل حاجه، بنعمل له زي تقدير للميزانيه ونقول له كل حاجه سعرها ايه، بديله زي مجموعه ورق كده في كل الاسعار، وبعدين هو بيبتدي يقرر ايه اللي عايز يحطه ايه اللي عايز يشيله. قولي لي يعني افريج اقل حاجه ممكن سقف الموضوع يبقى عالي قوي، يعني ما عندناش سقف، بس ممكن تقولي لنا مثلا الباكج الصغيره تبقى في افريج قد ايه؟ يعني ممكن نقول ان ممكن بتبقى اقل حاجه 6000 وشويه، قرب ال 7000، ولحد ممكن 25. بس كل الناس عارفه ان الاسعار زادت من 2001، من 21 ل 22 طبعا جدا. فالناس اللي كانت محضره يعني كل ما تحضر بدري احسن، لان الاسعار دايما بتزيد. عندكم تقسيط؟ دي حاجه. انواع طيب انواع التقسيط اللي عندكم؟ الارض بتبقى ممكن على 3 سنين او على 5 او على 10. السيرف الخدمة يعني بتبقى برضو على 3 سنين، يا 5 يا 10 يا 20 سنة، بس لو حد أقل من 80 سنة. لو حد أكبر من 80 سنة بيبقى يعني يقدر لحد يسدد لحد 10 سنين. أوكي، دي الأنواع التقسيط اللي عندكم. طيب وطرق الدفع، يعني لازم تاخدوا كاش ولا بتقبلوا بالكريدت والفيزا والحاجات الائتمانية دي؟ بنقبل كل حاجة حسب العيلة هي تستريح لإيه يعني. فبنقبل الكاش وبنقبل كل أنواع الكريدت، زي مثلا فيزا، ماستر كارد، ديسكفر، فحسب يعني اللي ممكن بتقبلوا الكريدت. بنقبل يعني الكريدت. ممكن حد يدفع بالكريدت ويقسط للكريدت مثلا. صح، ناس كتيرة بتعمل كده. ناس كتيرة بتحط على الكريدت الحاجات دي وتقسط وتدفع للكريدت. انتوا عندكم يعني خدمات خاصة او يعني حاجة تشجعي بيها الناس في الفيرست نون انه يجوا لكم ليه، او يعني اشمعنى انتوا؟ الفيرست نون بقالها اكتر من 100 سنة. فهي معروفة من ايه؟ من زمان، انها بقالها اكتر من 100 سنة ومقدمة خدمة حلوة لكل الناس. يعني ناس كتيرة بتشكر في الخدمة وبتاعت الفيرست لون. هو اللي بيحصل ان العيله لما بتبقى محضره بيكلموا بس 800 نمبر وخلاص، العيله ما بتعملش اي حاجه تانية. الفيرست لون بتاخد بالها من كل الحاجه، كل الديتيلز بتبقى عليكم. ما عدا بس بقول لك بيحددوا اليوم والساعه على العيله، بس كده. بس بقيه الحاجات الفيرست لون هي اللي بتاخد كل حاجه. الفيرست لون معروفه بالفن، ودي حاجه بقول لك ان اللي يخش الفيرست لون يلاقي تماثيل كتيره قوي. فيلاقي يعني حتى الحتت اللي بقالها اكتر من 100 سنه ما زالت خضره وخضرها جميل وكده. فالفورس لون معروفه انها بتهتم بالناس وبخدمه الناس وبتقدم لهم احسن خدمه. وفيها كتير طبعا من المشاهير، يعني الناس اللي عارفه كان فيها مغنيين وممثلين وناس كتيره من المشاهير مستأمنه احبابهم في الفورس لون. طيب
افرضي حد عامل التخطيط المسبق ده وعندكو وكده يعني محدد المساحة وكل حاجة والتفاصيل والخدمة وكله، بس راح زيارة لبلده ولا قدر الله يعني اتوفى هناك، انتوا بتعملوا ايه؟ لو حد شاري الارض عندنا او الخدمة، في حاجة بيقدموها اسمها out of area protection، يعني بره حتة اللي هو 75 مايل اللي الشخص عايش فيهم. أوكي. دي ب 500 دولار بس، ب 500 دولار او بالظبط 499. يجيبوا الشخص من اي بلد للمكان اللي هو الفورست لون، اللي هو المكان الارض هو فيه او الخدمة فيه. من اي بلد؟ من اي بلد، طيران وكل حاجة، ويخلصوا كل الاوراق في السفارة وكل حاجة. فمعظم الناس دلوقتي بتعمل الموضوع ده لأنه هو 500 دولار حاجة بسيطة. صحيح كل واحد مش عارف هو إمتى معاده وفين، بس لو حصل لا قدر الله في أي حتة، العيلة تاني مش محتاجة تاخد أجازات وتسافر البلد وتروح تخلص الأوراق. لا، الفورست لون بي أو اللي هو الأوت أوف أريا بروتكشن البروجرام ده بي خلص كل حاجة وجيب الشخص المحبوب للفورست لون. والبروجرام ده لازم برضو يتحط في التخطيط، يتحط في التخطيط أثناء ما أنا باجي أخطط معاكي للحاجة دي. يبقى حد عنده يشتري الأرض يا الخدمة عندنا. في ناس بتشتري الأرض من بره، بتبقى جنب بيتها، بس بتقول أنا عايزة الخدمة بتاعت الفورست لون، الخدمة اللي احنا قلنا عليها بتبقى على الشخص. فممكن وهي بتعمل الخدمة تضيف اللي هي out of area protection. انا قصدي افرضي ان حد شاري المساحه كله وعامل كل التخطيط، بس مش حاطط الاوبشن بتاع ال 500 دولار دي، بس راح وحصل اللي حصل ده في بلده، يقدر وقتها يديكوا ال 500 دولار وتعملوا له الخدمه؟ لو حصل الوفاه لا، هيدفع بقى عادي الثمن بتاع بقى النقل وكده. في ناس بتخش لها في 7000 15000 في الرينج. لا، لو حصل حاله الوفاه لا. لكن اللي هو عاملها في التخطيط هي بتبقى ال 500 دولار وهم متكلفين بكله. لكن لو حصلت وهو مش عاملها، لا، العيله بتدفع كتير. في ترافينا انشورنس بيغطي الحته دي ممكن؟ او ما هو ده نوع من انواع الانشورنس، هو الفيونرال سيرفيس اسمها ليميتد لايف انشورنس. فالفورست لون بتتعامل مع حاجة اسمها NGL أو National Guardian Life. لأن طول ما الشخص عايش هما ما يقدروش يخلوا الفلوس عندهم. فاللي بيحصل إنها بتروح للناشنال Guardian Life، وبعدين لما بيحصل وفاة الفورست لون بتاخدها. فكل الحاجات اللي تبع السيرفيس هي داخلة فيها جزء من داخلة فيها جزء من الانشورنس. الأرض لأ، بس الخدمة طيب، يعني آخر حاجة عايزة يعني نقولها للمشاهد النهاردة، لو حد قرر دلوقتي هو بيسمعك إنه يبتدي في التخطيط، إزاي بتقابلوه وأنواع المقابلة ويعمل إيه؟ الفورست لون بتقدم حاجات كتيرة فري، فيا إما يجي يعني يحدد معايا ميعاد أو يحدد مع أي حد من الفورست لون ميعاد. هنحط تليفونك وتليفون يعني إزاي يوصلوا لك يعني بعد شوية على الشاشة. بس قولي لنا إيه الطرق المختلفة للمقابلة. ممكن يجي، ودي بنسميها بارك تور، بنوريه كل الأماكن ونقول له كل الأسعار. ففي ناس تحب تشوف بعينيها بارك تور وإيه نلففها على كل الأماكن. في ناس تانية بتقول لا، أنا عايزة أتقابل في مكان بره، فيحبوا يتقابلوا مثلا في أي كافيه، وبرده عن طريق الكمبيوتر ومعانا كاميرا بتلف الجنينة نوريه أماكن كل حاجة والأسعار بتاعتها. وساعات بتبقى ناس بتخلص شغلها متأخر مثلا، أو بتبقى يعني بتحب تتقابل بره أكتر. يعني جالنا حد مرة قال أنا كل ما بخش بفتكر جدي وجدتي، فأنا أحب أتقابل بره مثلا. في ناس تانية بتحب في البيت، بالبيت ده أكتر حاجة أمان ليها وأريح حاجة، فبتقول لا، ممكن حد يجي البيت. فبرضو يعني كل ده فري، فممكن يا إما العيلة تيجي الفورست لون ونقدم لها خدمة وتشوف كل حاجة بعينيها. ممكن نتقابل في أي كافيه زي ستاربكس أو أي حاجة، وممكن نتقابل في بيت العيلة نفسه، وإحنا بنبقى لابسين ماسك عشان الكوفيد. أوكي. فدي برضو في عائلات بتحب إن الناس هي إحنا اللي نروح لها البيت أكتر ما هي تيجي. طب ده كل الأوبشنز متاحة، يعني كل الأوبشنز أنتم يعني متاحين ليها إنه توصلوا للحد بأريح طريقة
هم يكونوا فيها، الطريقه اللي يرتاحوا فيها او اللي تناسبهم او اللي تناسب مواعيدهم، وكل حاجه عن طريق الكمبيوتر بنوريهم كل حاجه خلال الكاميرات. طيب، يعني كانت معلومات مفيده جدا جدا بصراحه، وكلنا محتاجينها ولا غنى عنها بجد، يعني حتى لو كانت الكلام فيها صعب وتقيل، ولكن مهم وان احنا نفهمه ونقوله كمان للناس اللي حوالينا. يعني لو عندك كلمه اخيره كده عايزه تقوليها للمشاهد اللي بيسمعنا النهارده، تحبي تقولي لهم ايه؟ وكمان قولي لنا رقم تليفونك اللي هيتواصلوا بيه. اوكي، احب اقول دايما يعني بندعو للناس كلها بالصحه وطول الاعمار، بس تاني ان موضوع البري بلان ده بيريح الافراد اللي حواليك او بيريح العيله حواليك، فدي احسن هديه تقدمها لعيلتك، وتسيب يعني تسيب دايما ايه حاجه حلوه ان انت عامل محضر كل حاجه. انا نمره تليفوني 626-367-9417. تاني ماي فون نمبر از 626-367-9417، او ممكن عن طريق الايميل thanna@forestlawn.com. لو عايز اي اسئله تاني بقول الفورست لون مقدمه كل ده فري، فممكن تكلمني اي وقت لو عندك اي استفسار او عندك اي اسئله تخص الموضوع ده، او حتى لو عايز تعرف اكتر بقول لك انا سعيده ان انا امدك بالمعلومات دي باللغه العربي بتاعتك او الانجليش، انا بتكلم الاثنين حلو قوي، وامدك بكل المعلومات اللي انت عايزها. انا عايزه اشكرك جدا ترابينا على كل المعلومات وجودك معانا، يعني اغنتينا بمعلومات مهمه جدا خصوصا لكل المهاجرين الجدد او العرب او من اي مكان، بنبقى فعلا عندنا دايما التساؤلات دي. Thank you so much. You're welcome. انا اللي سعيده بيها، سعيده ان انا اكون في البرنامج، واشكركم على استضافتكم ومحبتكم. ميرسي خالص حبيبتي. مشاهدينا اشكركم على متابعه الحلقه، انا عارفه انها حلقه كده يعني كلام فيها صعب، بس الموت علينا حق، ومن التراب والى التراب بنعود، فربنا معاكم يديكم الصحه ويديكم طول العمر، وتفرحوا بايامكم وكمان تستفيدوا بالمعلومات اللي احنا قدمناها لكم النهارده، والى اللقاء في حلقه جديده من مهاجر معاكم.